ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت مصالح الدرك الملكي مساء يوم السبت من الإطاحة بعصابة السماوي مكونة من 4 أشخاص شابتين ورجلين بمنطقة عين الحصن ضواحي تطوان عقب تورطهم في محاولة النصب على إحدى الضحايا. وأوضح مصدر مطلع لماروك أخبار يومية بأن الأمر يتعلق بشابتين وشاب ينحدرون من مدينة الدار البيضاء وشخص رابع ينحدر من سلاحل بمنطقة عين الحصن السياحية بواسطة سيارة مكترات من نوع كليو سوداء اللون. قاموا بواسطة ما يسمى بالسماوي بدفع شابة إلى نقلها لمنزلها من أجل سرقة ما تملك من مجوهرات، إلا أن تدخل بعض المواطنين في الوقت المناسب مكن من الإطاحة بالعصابة. وأشارت ذات المصادر إلى أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لدى سرية الدرك بتطوان، في حين تم وضع السيارة بالمحجز البلدي بمدينة الحصن. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.